أهلاً ومرحباً بكم في United Ambassadors، المصدر العالمي الرائد لـ MUN بالعربي و MUN بست لغات الأمم المتحدة الرسمية، The World's Premier Resource for Multilingual Model United Nations. بعد أن تعرفنا على الأمم المتحدة وقلنا إنه يوجد قواعد وإجراءات مختلفة لنموذج الأمم المتحدة حول العالم، سيقدم لكم هذا الفيديو كل ما تحتاجونه للنجاح في مؤتمرات MUN بالعربي على قواعد إجراءات أمريكا الشمالية MUN بالعربي التقليدي. هذا هو نوع مؤتمرات MUN الأكثر انتشاراً حول العالم، وستجدونه في أوروبا في مؤتمرات مثل لندن International MUN، Paris International MUN، Moscow International MUN، وMediterranean MUN، وكذلك في مؤتمرات مختلفة في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. لنبدأ بالاستعداد لمؤتمر MUN بالعربي على الطريقة التقليدية. أول شيء عليك معرفته هو المصطلحات الأساسية التي ستسمعها باللجنة. The delegate يشار إليه بالمندوب. The chair هو رئيس اللجنة. Roll call and quorum هو أخذ الدور والحضور. Position statement هي التصريح السياسي. Opening speech هي الخطاب الافتتاحي. النقاش الرسمي هو formal debate، والتكتل أو التحالف المدار is moderated caucus، و unmoderated caucus يسمى بالتكتل أو التحالف غير المدار. ورقة العمل التي تصبح مشروع القرار تسمى ب working paper. مشروع القرار الذي يتحول إلى قرار بعد أن تتبناه اللجنة is the draft resolution that becomes the resolution. To have the floor هو حق الكلمة. To yield the floor هو تسليم حق الكلمة. إلقاء خطاب is giving a speech. Proposing an amendment هو طلب إجراء تعديل. Voting هو إجراء التصويت. Adopting a resolution هو تبني القرار. النقاط والأسئلة في مؤتمر MUN على الطريقة التقليدية تتضمن نقطة حق شخصي point of personal privilege، نقطة نظام point of order، نقطة استعلام برلماني point of parliamentary inquiry، point of information to the speaker أو point of information to the chair هي حق السؤال للمتحدث أو حق السؤال للخبير. Right of reply هو حق الرد، وعادة ما يقدم كتابة. والآن لنتعرف على الخطوات التي سيتبعها المؤتمر من البداية وحتى نقطة النهاية. في البداية سيأخذ رئيس اللجنة الدور والحضور ليتأكد من وجود الحد الأدنى لبداية الجلسة. والآن لقد بدأ المؤتمر. ستفتح الآن لائحة المتحدثين، ويتمكن كل مندوب من إضافة اسمه على هذه اللائحة ليلقي خطابا رسميا أمام اللجنة يعرض موقف دولته من القضايا المعروضة. تأكد من وضع اسمك على هذه اللائحة. عندما تلقي خطابك تأكد أنه يحتوي على سنارة، أي جملة تجذب اهتمام الحاضرين، النقطة أو المعلومة الأساسية، وحث على التحرك، أي توضيح ما تود من المستمعين القيام به. بعد ذلك تدخل اللجنة في مرحلة نقاش غير رسمي أو تكتل مدار، حيث يتمكن المندوب من إلقاء خطاب إذا رفع بطاقة دولته وتعرف عليه الرئيس أو أعطاه الكلمة gave him the floor. التكتل المدار له مدة محددة، ويعطي إمكانية أكبر لمناقشة موضوع أو سؤال محدد ضمن الموضوع الأكبر. وبعد أن ينتهي وقته ترجع اللجنة للائحة المتحدثين أو النقاش الرسمي The Speaker's List أو Formal Debate. بعد ذلك يبدأ التكتل غير المدار، حيث تتوقف قواعد الإجراء الرسمية عن العمل ويمكن للمندوبين التحرك في الغرفة. تتقابل مجموعة من الدول ذات المواقف والسياسات المتشابهة، وتبدأ كل كتلة بتحضير ورقة العمل أي مشروع القرار قبل أن يتم قبوله. تقدم بعد ذلك كل كتلة ورقة عملها لرئيس اللجنة مع مقدم رسمي أو دولة رعاية أساسية، ودول رعاة sponsors، ودول موقعة signatories تساند القرار. كما قلنا في فيديو الأمم المتحدة، القرار هو النتيجة الأساسية لأي اجتماع بالأمم المتحدة. عندما تكتب مشروع القرار أو ورقة العمل، تأكد من وجود مقدمة، ديباجة أي بنود تعرف خلفية الموضوع ودور الأمم المتحدة فيه سابقاً، والبنود الفعالة
أي الحلول المقترحة لهذه القضية. بعد أن يتم قبول ورقة عمل كتلة من قبل رئيس اللجنة، تعرض على جميع المندوبين ليتمكنوا من تقديم التعديلات، وتصبح في هذا الوقت مشروع قرار. عادة ما تقدم التعديلات كتابة وقبل موعد نهائي يحدده الرئيس. يتم نقاش التعديلات لكل بند بترتيب الأسبقية، أي ما سيغير البند بشكل جذري أكثر، ثم التصويت عليها من قبل اللجنة، أي تعديل على البند الأصلي وتعديل من الدرجة الثانية Amendment to the Second Degree، أي تعديل فوق تعديل. يمر التعديل إذا فاز بأغلبية أصوات الحاضرين بعد أن يتم نقاشه، وبعد ذلك وفي النهاية يتم التصويت على مشروع القرار ككل Voting on the Draft Resolution. يمر القرار إذا فاز بأغلبية الحضور أو بأغلبية الأصوات باللجنة. وهذه هي خطوات مؤتمر نموذج الأمم المتحدة التقليدي على طريقة أمريكا الشمالية، أي قواعد الإجراء التقليدية Traditional North American MUN Procedure. هل تحمست للمشاركة؟ قبل أن تبدأ المؤتمر، قم بالتحضير له جيداً. اذهب الآن لunitedambassadors.com/arabic أو unitedambassadors.com/arabic-articles واقرأ المقالات المختلفة. قبل أن تبدأ المؤتمر، ابدأ بالبحث عن القضية التي ستناقشها اللجنة والدولة التي تمثلها. بعد ذلك، قم بكتابة موقف دولتك تجاه القضية أو تصريح السياسة الخارجية في North American Traditional MUN، هذه تسمى بـ Position Statement، ويطلب عادة من المندوبين قبل بداية المؤتمر. تأكد من كتابته وتسليمه قبل الموعد المحدد من المؤتمر. ثالثاً، فكر في خطابك الافتتاحي أو في أول خطاب ستلقيه في اللجنة في وقت النقاش الرسمي. وأخيراً، قم بالتفكير ببعض الحلول المقترحة للقضية من وجهة نظر دولتك كي تدخلها في مشروع القرار أثناء المؤتمر. تأكد من أنك مستعد للعب دور هام أثناء مرحلة النقاش والتكتل المدار أو غير المدار في المؤتمر الفعلي. وبهذا السيد المندوب، لقد أصبحت جاهزاً. اذهب وابدأ ما يمكن أن تكون أفضل تجارب حياتك. بالتوفيق. شكراً لمتابعتكم. للمزيد من المصادر لأميوان بالعربي أو أميوان بست لغات الأمم المتحدة الرسمية، من فضلكم زوروا unitedambassadors.com/arabic أو unitedambassadors.com/multilingual. استمروا بمتابعة صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، وتابعوا الأخبار الجديدة. شكراً لكم.